بره يعملوا ايه؟ تقول لازم نروح، ودي شهادة برضو بيوروها للمأذونين عندهم والحاجات دي اللي بيعقد القران، انه يبقى عارفها، انه يروحوا لدكتور نفساني. بمعنى زي ما بتروحي الفيلم وتروحي تجربي كافيه او مطعم او سندوتش مش عارفه ايه لا دي حاجه مهمه جدا، ان انا نعمل طلعه مره او اتنين قبل الجواز، تقعدوا مع دكتور نفساني وتدفعوا فلوس، يعني مشوار هام، زي بالظبط اللي هتشتروا اوضه النوم ولا هتشتروا النيش ولا هتشتروا، يعني في حاجات مهمه اكتر من النيش مثلا. ان انت لو جالك جوزك او انت لو جات لك مراتك وقالت لك والله اصل بابا قال لي ما تعرضي على خطيبك تروحوا تقعدوا قاعده كده مع دكتور نفساني، هتتخض طبعا. ليه يا بابا؟ هو ماله؟ ده حتى كويس وطيوب وحبوب بتقول. لا، ده هو بيتكلم كلام مظبوط، ان هو التفتيح الحوار انت وهو قدام الدكتور النفساني هتبقى هتعديكوا 5 6 10 سنين، ودي نوع من انواع الخرسانة، العمود اللي هيشيل المشروع الزواج. انك تعرفي علميا بقى طبيا الراجل ده ايه اخباره، هو ايه اللي بينرفزه، ايه اللي يعني انا مثلا بتنرفز جدا ويجي لي حاجه الزمامير، يعني مره وقفت جنب العربيه عماله بيزمر لي، فانا مش عارفه امشي، كل العربيات واقفه وانت من ورايا بتزمر لي ليه، استنيت لغايه لما جه جنبي. قلت له هو على فكره متهيألي ان هو عارفني، كان جنبي مراته. قلت له نمره واحد، انا بس احب اقول تعليق صغنن، حضرتك بتزمر جميل جدا، الزماره حلوه قوي والكلاكس بتاعك جميل، بس انا هعمل ايه، هطير. فهو التفاهم، لغه التفاهم، وانت بتتفاهم مع شريكتك اللي هي بتاع اللي داخله معاك، وهتجيبه موظفين وهتجيبه، تبقى انت عارفها كويس جدا طبيا علميا اجتماعيا صحيا. لازم يعني مثلا فيها ايه لو انت خدت عليها وقلت لها والله بصي يا مي، خلي بالك ان انا عندي عيب فظيع. يا نهار ابيض، مش فايت عيب زي ايه يعني حبيبي؟ اصل انا بشخر وانا نايم، والصوت بتاعي عندي جيوب أنفية بيصحي الجيران، دي مشكلة انت تروح تتعالج. هي والله انا ما اقدرش ان انا انام في الضلمة، انا لازم انور الانوار البيت كله. يا نهار ابيض، انت الشهر هتدفع كم فلوس في الكهرباء؟ هي ديتيلز، حاجات رفيعة قوي قوي. وزي ما انا بقول لكم دايما كإنسان، أنا كبني آدم، أنا كل الحاجات الحلوة وكل الحاجات الشيطانية تكمن في التفاصيل. فالفكرة إيه؟ الفكرة إن أنت دلوقتي هتروحي للدكتور النفساني، يعني ردوا علي، هتروح أنت ممكن تروح للدكتور النفساني قبل ما تعملي كده، هتروح دكتور نفساني وهتاخد خطيبتك، أصل هيخطب قريب سيح. فأول حاجة يعني تعزمها على الغدا، وعلى الساعة 5 6 كده تاخدها على الدكتور، مش غسيل معدة، لا غسيل مخ، تشوفوا نفسكم والله أنا بتعب من كذا، أنا عايز كذا، أنا لما بتنرفز بعضعض في إيدي، أنا لما بتنرفز بخبط راسي في الحيط.